استاذ هاني انا ابعت لك الكتاب لغايه عندك. هاني العمده فيديوهاتك انا مش عايز اقول لك انت فوت يعني الناس اللي بتعمل البرامج دي. يعني بقيت لك الفقره دي خاصه بفضايح سيد. استاذ هاني انا ابعت لك الكتاب لغايه عندك. هاني العمده فيديوهاتك انا مش عايز اقول لك انت فوت يعني الناس اللي بتعمل البرامج دي. يعني بقيت لك سعودي يطعن على الانتخابات وعايز اشراف قضائي. هو انت فكرك لما تطعن انا مش هدور؟ لا ده انا زورت وبزور وحزور. استاذ هاني انا ابعت لك الكتاب لغايه عندك. هاني العمده فيديوهاتك انا مش عايز اقول لك انت فوت يعني الناس اللي بتعمل البرامج دي. يعني بقيت لك تسمح لي ارقيك لرتبه خاول الاول. استاذ هاني انا ابعت لك الكتاب لغايه عندك. هاني العمده فيديوهاتك انا مش عايز اقول لك انت فوت يعني الناس اللي بتعمل البرامج دي. بس خلينا نجيب معالي النقيب نفشخه شويه. استاذ هاني انا ابعت لك الكتاب لغايه عندك. هاني العمده فيديوهاتك انا مش عايز اقول لك انت فوت يعني الناس اللي بتعمل البرامج دي. يعني في الموضوع ولا كنت حاضر في الاختيار ولا شاوروني في الاختيار ولا اي حاجه. بس انا هنعمل ايه؟ احنا قدام معركه عايزين نغير، مفيش قدامي غير ان انا ابلعه وان انا اسوقه وان انا في النهايه انا عايز اغير في مرحله مؤقته، يعني مرحله مؤقته لازم ناخدها. المهم ان احنا نكسر هذا الصنم، وبعد كده سهله الاستاذ رجائي دوره يعديها بالطول بالعرض، المهم المجلس وربنا يعديها على خير.